اوكي اذا حلينا المره الماضيه حلينا سؤال 6.1 او اكزامبل عفوا اكزامبل 6.1 واكزامبل 6.1 كان كونستانت اكسايتيشن بس فيريبل لود كنا اخذنا هناك كونستانت اكسايتيشن فيريبل لود هلا رح ناخذ اكزامبل 6.2 بتطلع شيء ثاني الان بثبت اللود كونستانت لود هلا مو الكونستانت لود ميكانيكال كونستانت لود varying excitation okay, إذن هذا الهدف من هذا المثال ورح نتطلع رح نفترض انه عندي هذا المحرك بقدر اغير فيه الاكسايتيشن حتى نغير الاكسايتيشن في عندي مصدر فولتج V source مثلا عندي R external R رح نسميها external عندنا two slip rings وslip rings بيسمحوا لي اني اشبك بين اشي ثابت واشي متحرك بعدين عندنا هون رح يكون R للفيلد تبعت السينكرونس موتور وهذه هون L للفيلد تبعت السينكرونس موتور وإذا بدي أغير excitation by changing Rx رح يتغير معي I field وتغيير I field بغير excitation فرح نشوف الآن رح نثبت اللود على هذا المحرك هلا هذا المحرك هو نفس المحرك اللي استعملناه في example 6.1 فالبارامترز تبعت هذا المحرك اللي هو synchronous motor سينكرونس موتور إلا البارامترز التالية عندي V line تساوي 208 فولت وهو مشبوك دلتا كونكتد إذا V phi تساوي V line تساوي 208 فولت هلا الريتنج تبعته هي 0.8 باور فاكتور ليدنج والفريكونسي 60 هرتز لكن هاي الريتنج تبعته رح نشوف بعدين ايش معنى الريتنج في حد سالني عنها المره الماضيه انت ايش سالتني عنها لكن اللود كونديشن اللي رح نثبته الكونستانت لود كونديشن هو بالشكل التالي اذا الكونستانت لود كونديشن هو بالشكل التالي عندي 0.85 power factor lagging and then under this condition عماله بيشتغل اللي احنا بنهتمين فيه هو 0.85 power factor lagging هاي الباور فاكتور وعماله بعطيني power mechanical 15 horse power اوكي هاي الكونديشن هذا هو الكونديشن اللي راح نثبته الان فراح ناخذ هذا الكونديشن حكينا constant load conditions هذا هو الكونديشن اللي رح نثبته من هون وزي ما كان عندنا بالمثال كان عندنا XS بيساوي 2.5 اوم وفرضنا RA انها اصغر بكثير من XS فاهمنا وعندها كمان الباور كور لوسز كانت 1 كيلووات والباور فريكشنال ويندج كانت 1500 وات فصارت عندي التوتال انبوت باور بتساوي P كور زائد P فريكشنال ويندج زائد P ميكانيكال اوتبوت فتساوي under these conditions اللي هو هذا الكونديشن بتساوي 1 كيلو وات زائد 1.5 كيلو وات زائد الان بدي احول هاي ال 15 هورس باور اللي طالع نضرب 15 في 0.746 15.746 اللي هي 11.19 وكله لما تجمعه شو بيطلع معك؟ 13.69 اوكي اذا هاي لما بتطلع على السينكرونس موتور لون السينكرونس موتور هاي هي الباور الكتريكال ان اللي داخله لهذا المحرك فر عندي بي ان بتساوي 3 ولانه احنا نشتغل على فيز فولتجز وفيز كرنت راح نفضل نستعمل القانون 3 في IA cosine theta cosine theta عندي من هاي الكونديشن لاحظوا المحرك هذا ممكن يشتغل على lagging conditions وممكن يشتغل على leading conditions كيف ممكن اغير بين هذول الاثنين كيف ممكن اخليه مره lagging مره leading على نفس الميكانيكال لود
ايش الاشي اللي ممكن نلعب فيه نغيره؟ الاكسايتيشن. اذا رح نشوف في هذا المثال كل الهدف من هذا المثال يفرجيني اثر الاكسايتيشن كيف انا بتغييري للاكسايتيشن. اذا هذا كريتيكال في هذا السؤال. لو هذا بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور بقدرش اغير الاكسايتيشن. فاحنا بنقدر نغير الاكسايتيشن لانه بقدر اغير ار اكس او في اس فبتغير مع الاكسايتيشن. لما اغير الاكسايتيشن نتذكر قانون اي اي بيساوي كي فاي اوميجا ما راح تتغير عندي فصار عندي حتى اغير. وطبعا فاي بتساوي كي اخر ما بعرف شو هو مثلا برايم او كي 1 مضروب في اي فيلد. اذا بتغييري لاي فيلد بغير فاي بتغيير لفاي بغير اي اي بصير السيستم اندر اكسايتد او اوفر اكسايتد. نذكر حالنا ايش الاوفر اكسايتد واندر اكسايتد سيستم. اذا كان عندي اي اي اكبر كوساين دلتا اكبر من في فاي بيكون اوفر اكسايتد. واذا كانت اي اي كوساين دلتا اقل من في فاي بيكون اوفر اكسايتد. هذا هون وهذا بيكون اندر excited. تمام. اذا هذا هيك اللي راح نصير نغيره حتى اغير السيستم وبقدر اغيره بعدين من 0.8 باور فاكتور لاجينج لحد ما اوصله مثلا اذا بدي 0.8 باور فاكتور. خلينا نطلع الان من هون بدنا نطلع قيمه اي اي. فعندي الباور انبوت بتساوي 13690 بتساوي 3. الفي لاين والفي فيز متساويين فهذه 208. اي اي غير معروف وعندي كوساين ثيتا هاي اللي هي 0.85 فهاي 0.85 لاجينج فبصير عندي اي اي شو بيساوي 25.8 امبير. وايش الفيز انجل تبعته من وين بجيبها؟ هاي الفيز انجل تبعته بالنسبه لفي فاي اللي هي قديش كوساين انفرس 31.78. اوكي راح احطها 31.8. اوكي اذا عندي اي اي. اذا في الحاله هاي اي 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 لاجينج. خلينا نرسم الفيزر دياجرام لهذا المحرك. احنا بالمحركات ان موتور ان سينكرونس موتور عندي في فاي بتساوي اي اي زائد اي ستات. بس اي ستات لانه احنا اهملنا ار اي. اي ستات شو بتساوي؟ J-I-A-X-S فبصير عندي V-Fi بتساوي I-A زائد J-I-A-X-S من هون. إذا رسمنا الآن الفيزر دياجرام عندي V-Fi 208 هاي عندي هون V-Fi بتساوي 208 على 0. عندي I-A lagging بتقريبا 31 فتقريبا هيك هون هذه عندي هون اي اي وهي الزاويه تقريبا ناقص 31.8. واذا رسمنا الان جي اكس اس راح يكون عمودي عليه بهذا الشكل. اذا نزلت عمود من هون وعمود من هون راح يكون عندي هذا مثلا هو اي ستات اللي هو جي اي اي اكس اس. راح يكون عندنا اي اي مثلا هاي هذه سميها اي اي 1 دلتا 1. اوكي اذا هذا عندي هاي الفيزر دياجرام. اذا الان ما دام طلعت اي اي وطلعت زاويته بضربه في اكس اس بعطيني اي ستات. اذا في فاي بيساوي اي اي زائد جي اي اي اكس اس. اذا قلبت هاي المعادله بصير عندي اي اي بيساوي في فاي ماينس جي اي اي اكس اس. اذا نحسب اي بالحاله هاي هذا عندي هون 208 على 0 degrees ناقص J وعندنا هون 25 راح اضربها في 2.5 القيمة اللي هون فبصير عندي 25.8 في 2.5 على ناقص 31.8 بالعشرة. فايش تطلع EA معك؟ 182.44 على سالب 17.5 ناقص 17.5 degrees اللي هي دلتا.
فدلتا واحد هون بتساوي 17 درجة ونص. إذا هاي 182.44 هي إيه عند هاي القيمة.